بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض بإذن الله في شابتر رقم 3 Method of Analysis. مبدئيا كده محتويات الشابتر ده، أول حاجة 3.1 الانترودكشن اللي هو الفيديو اللي احنا فيه دلوقتي. الفيديو الجاي بإذن الله هناخد الجزئية 3.2 اللي هي نودال أناليسز. بعد كده هناخد نودال أناليسز ويز فولتج سورسز، ده بنسميه حاجة اسمها سوبر نود. بعد كده هناخد ميش أناليسز. بعد كده هناخد ميش أناليسز ويز كارنت سورس، دي حاجة بنسميها سوبر ميش. ماشي. وبعد كده عندنا الجزئيه 3.6 والجزئيه 3.7، هناخدهم سريعا، ممكن ناخدهم في فيديو واحد باذن الله. طيب زي ما احنا عارفين احنا شغالين من كتاب فاندمنتال اوف الكتريك سيركت، الاصدار رقم 5. ده كده شكل الكتاب لو انت هتحمله من على النت، وبرده موجود على جروب التليجرام. برده زي ما احنا عارفين الكورسات بتكون موجوده كامله على موقع او الويب سايت بتاع scimanual.com. لو رحنا كده للويب سايت هنلاقي ان ده كده الكورس، وطبعا جزء من كورس دوائر واحد. احنا دلوقتي في شابتر 3، دي كده مجموعة الفيديوهات. ترقيم الجزئيات اللي بشرحها وترقيم الأمثلة هو نفسه الترقيم اللي في الكتاب بالظبط. يعني مثلا لو انت دخلت دلوقتي على اكزامبل 3.4 على الويب سايت مثال 3. هتلاقي نفسه هو نفس رقم المثال في الكتاب. يعني لو رحنا لنفس رقم المثال، مثال 3.4 في الكتاب، هتلاقي هو نفسه المثال بالظبط. تمام. يبقى احنا عارفين ان ارقام الجزئيات اللي بشرحها وارقام الامثله هي نفسها متوافقه مع الويب سايت، متوافقه مع الكتاب. برضو نفس الكلام بالنسبه للمسائل اللي في اخر كل شابتر، ارقام المسائل هنا هي نفسها اللي موجوده على الويب سايت في الكورس. يعني لو رحنا هنا كده وفتحنا حلول مسائل الكتاب، نفس ارقام المسائل بالظبط في الكتاب هو نفسه اللي في الكورس. يعني مثلا لو دخلنا على اكزامبل 3.17 سوليوشن هنا، مساله رقم 17، تمام، ورحنا على الكتاب ونجيب نفس المسألة 3.17، هنلاقي ان هي نفس المسألة بالظبط. تمام. طيب برضو بالنسبة لملخصات القوانين PDF تقدر تحملها من على الويب سايت، من هنا كده تلاقيها فتحت معاك بالشكل ده. تمام. ده ملف PDF فيه ملخصات كل القوانين، فتقدر تحمل الملف ده على الكمبيوتر بتاعك. برضو لو بصيت على اخر الملف خالص هتلاقي ان فيه ملخص لكل القوانين. طيب تمام، ده كده كان جزء الانترودكشن. الفيديو الجاي باذن الله هناخد الجزئيه 3.2 اللي هي النودال اناليسيس، وهنحل الاكزامبلز اللي عليها.